يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس أكثر من مليون ومائة وستة وثمانين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائة وستة وخمسين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أربعمائة وأربعة وأربعون ألف شخص